إن الذين يعرفون أسباب آلامهم وأحزانهم غير أشقياء، لأنهم يعيشون بالأمل ويحيون بالرجاء. أما أنا فشقية، لأني لا أعرف لي داء فأعالجه، ولا يوم شفاء فأرجوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا مركومة يا بنت المركوب، هتعمل إيه؟ عجرف كتاب. تجري؟ يعني إيه تجري؟ ده ما فيش راجل في النجع كله هيعرف يقرا. يبقى انت هتعرفي تجري؟ أبوي، هتعملي عمل لولدي عشان يكرهني؟ يكره امه؟ ده ملهوش غير انا والطور. هاتي يا بنت زكريا، هاتي. عمل ايه؟ بقول لك قصه كتاب، خلاص هشيله بعيد. ولا بعيد ولا قريب. هاتي يا بنت، هاتي يا بنت. بقول لك سيبيني، دي قصه. يعمل عمل لأمه يكرهها. هاتي عمل ايه؟ الحقني يا هلاوي. سيبيني بقولك. هاتي يا بيت يا هلاوي. خلاص هورم، صوتكم زاهق ليه؟ ماسكة ورق وبتعمل سحر، وعمل السحارة كتابي. قلتلك مش سحر، ده كتاب يا هلاوي. قصة هاتي. وادي البتاع اللي مزعلكم. ليه كده يا هلاوي؟ ليه كده؟ هنا هيقف علي بحر تحت القصر بيغني وهو ماسك صنارته. تمام. يلا. يا بحر أني سماك ومستني. ايه الكلام؟ رزق العيال. يلا. رزق العيال، العيال ومتمن. حلو. هتدخل من هنا الأميرة نضرة الوجود وسط الجواري وكأنها واحدة منهم، بيلمحها الصياد وهم بيضحكوا الضحك المايع، والخصر السايب في المتدلع منه. ولزومه إيه المتدلع منه؟ ما تدخل الأميرة نضرة باحترامها من غير جواري وخصر سايب. أنت لازم عندك حاجة سايبة ثابت عليك نفسك، ولم تجد حماما يأويك يا بعيد. ممكن يا شيخ زهار تصحح اللغة بس، تصحح الله يبارك لك. لغة؟ هي فين يا ابني اللغة اللي نصححوها؟ يا إخوانا أنتوا بتتخانقوا على إيه؟ الله، هي الست نضرة الوجود لسه ما شرفتش؟ طول الليل واني بنقرا في الروايه، حاجه قلقه خالص يا خواجه. مسكينه حبيبتي، القرايه كتير غلط على نظرك يا نجمه. القرايه دي حبت عيني من جوه يا خواجه، اني ما نقدروش ننام ابدا الا لما نقرا حاجه. معلش يا خواجه، هي اصلها عيلتها كلها كده مثقفه بسم الله ما شاء الله، تدخل بينهم تحس ان انت دخلت كتابخانه. الوش الجميل والعيون الخلوه مش يقرا. يقرا ليه؟ الكتب تكتب عسانه. يا صاحبه الصون والعفاف، يا اجمل ما خلق ربي، اللي سمع غير اللي شاف، خبي الجمال خبي. والنبي ايه؟ ده الصياد بيوصف نادره الوجود. قلت لي يا بساطي. طيب بلغ بقى الصياد انني هنغيره الروايه. استنى بس يا بحر، ماين امورك يا موج عشان المراكب تعدي. مش خاطري. حرانه قوي يا خواجه. خربتي. يا بحر اني سماك ومستني. رزق العيال، العيال ومتمن. يا صاحبة الصون والعفاف، يا أجمل ما خلق ربي، واللي سمع غير اللي شاف، خب الجمال. سيد درويش مات.
مرت 10 سنوات لم تحدث أحداث مهمة بعد موت الشيخ سيد درويش. كان يوما حزينا خطفه الموت شابا، كان علم من أعلام الموسيقى في الشرق رغم صغر عمره. بتكتب ايه يا خواجة؟ ثانية واحدة شيخ زهار. أما الحدث الثاني المهم خلال 10 سنوات كان إصدار المحكمة لأول مرة في التاريخ حكم إعدام امرأتين، إحداهما تسمى ريا والأخرى سكينة، وكانت التهمة المعلنة إنهما قاتلتين محترفتين. ولكن الحقيقة كما روتها أصداف بالكرخانة. لا لا ثانية واحدة يا خواجة، معلش ثانية واحدة بس. أستكتب التاريخ الحديث برواية أصداف يا خواجة منصور؟ شيخ زهار أنا أخلص فصل أديهولك أنت تصلح العربي بتاعه. يا سلام، من عندي قبل العندي يا خواجة، ولكن ماذا تفعل تحديدا؟ فهمني الله لا يسيئك. أكتب ماذا حدث في الإسكندرية في القرن 20 كما سمعت ورأيت شيخ زهار. الجبرتي الخواجة يعني. بس الجبرتي كان يكتب التاريخ والوقائع والآثار، مش بيكتب كلام أصدف في الكرخانة. ده التاريخ زي ما أنا عشته، مش التاريخ اللي بيتكتب في الجرايد. طيب إن كان ولا بد، سجل في كتابك أن البساطي الآلاتي الفلاتي وعلي بحر الحالم المزيكاتي وأصداف بعد أن لعبت الدنيا صلح على قفاهم صاروا نجوما طلعلت على المرسح. ما تقلقش شيخ زهار، في فصل عن الفن في الإسكندرية. جميل. أما صحيح، أنت عرفت أن أصداف قد تغير اسمها إلى صوفيا هاجوب؟ صوفيا هاجوب؟ أي نعم، من أم أرمينية وأب من كوم الشقافة، والأرمينية أسمتها هاجوب على اسم جدها. لكن ده مش هي شيخ زهار. ما هي دي اللعبة يا خواجة جوني؟ كتابك هنا في منتهى الأهمية والخطورة، لأن الأجيال اللي جاية مش هتعرف إلا صوفيا هاجوب، وحينسوا خالص أصداف سليلة الكرخانات المهذبة بنت وفيك الأليلي وشلوفها مراسيل. أنا وحشتني أصداف. أيوه، الحب مرض القلوب الطاهرة، يجمع الإنجليزية بأصداف، وأصداف بعلي، وعلي بفتاة القصر، وفتاة القصر بيوسف صاحب القصر، ويظل يلعب بالأحباب كيف يشاء. طب أنا أروح معك أشوف أصداف. صوفيا يا خواج، صوفيا هاجوب. رزق الهبل، هلس في هلس، أين المغنى في ذلك؟ أين الفن؟
بذمتك الجمهور ده يفرق في ايه عن عمدة كفر الشمام اللي على المرسح ده؟ تزعلان ليه شيخ زهار؟ الجمهور مبسوط اهو. على رأيك حد يقول للهلس لا، كلاهما أزرق من بعض. بتلم نفسك يا سيدنا الفندي وتحترم ذاتك، احفظ مركزك انت، حدث لك على طرف. خلاص خلاص شيخ زهار، احنا في مصر. مش سوري. هتعملي ايه يا ملكوم؟ شايفاكي من اول الصبح هتعملي حاجات ما نعرفوهاش. هتدوقي وتعرفي. نعرفوهوش احنا ده. دي اتعلمتها في القصر. حرمان عليا ما ادوقه. ادوقش حاجه ما اعرفهاش. جعان. شقيان يا ولدي. وربنا رزقك بمره هتعمل وكل عفريتي. اغسل يدك يا هلاوي يكون حطيت الغدا. يدي نظيفة وما عنديش صبر. نظيفة كيف يعني؟ غسلت يدك؟ اغسل يدك اغسل يدك. بريت يدين ولدي. ايوه، ولو ما غسلش يده ما فيش وكل. حكمت المرة علينا. علمينا الأدب يا بنت زكريا. تعالوا يا بنت تغسلوا يدكم. اغسل يد الجو. نشف يا بيه. يلا يا الوكلة دي اسمها مكرونة بشاميل. دوقوا وقولوا عجبتكم ولا لا. باي ده شاميل، ده اسم العفريت بتاع العمل. والله ما حدوقها لو القيامة قامت. يا أما اقعدي كولي. ومالها جرة المش والبصل؟ قال ده شاميل. قال كل انت عفريت بقى يا ولد حريري. ومش عباجين. اكلوش انا دي. الحتة دي هشيعها لابوي. وماله يا اختي شيعها له، ما هو واخد زيك على وكل الخدمين. مالك يا بامبا؟ انت عيانة؟ لا يا هلم، سألت عليك العافية. ومال مالك؟ أبدا، مرات نبوي ابنها سهرني طول الليل. معلش. خدي بالك من صحتك. هي مامته ليه ما بتاخدش بالها من ابنها؟ عندها كذا عيل يا هانم، واني بساعدها على قد ما اقدر. خلي بالك من صحتك. كتر الف خيرك. هي الجده كده تهتم بولاد ابنها اكتر من اي حد في الدنيا. معقوله؟ مفيش أقرب من الأم؟ متهيألك. هاتيلي انتي بس ولد وشوفي أنا هعمل إيه؟ مش هخليكي تتعبي خالص. يا ريت يا خديجة هانم كنت أعرف بيجيبوا الأطفال من فين؟
لا بقى دي معروفة يا فايقة. قصدي الست لما بتبقى قريبة من جوزها بتجيب طفل واتنين وتلاتة، مرات نبوي خلفت مرتين وهتجيب التالت اهو. علشان نبوي وشه في وشها؟ يعني معقول مرات نبوي عارفة تعمل اللي انتي مش عارفة تعمليه؟ لا يا خديجة هانم، نبوي هو اللي قريب من مراته. علمونا زمان ان الست الشاطرة يا فايقة هي اللي تخلي جوزها ما يبعدش عنها. ابنك يا خديجة هانم مش عايز زوجة، ده عايز عسكري يقف على باب اوضته، انا تقريبا ما بشوفوش. خلاص يا فايقة، نقول لإحسان باشا يوقف عسكري على باب اوضة نومكم. إحسان باشا ورئيفة هانم بيسألوني أكتر من حضرتك، وأنا زهقت وما عنديش إجابة لا ليهم ولا لحضرتك. وأنا ما افتكرش إن إحسان باشا ولا رئيفة هانم علموكي تقفي في وسط الفطار وأنت بتتكلمي مع حد. خديجة هانم حضرتك عارفة إني متربية كويس، ولو ما كنتش متربية كويس أنا اللي كنت طلبت الطلاق من ابن حضرتك بعد الخبر اللي وصلني. خبر إيه؟ الهانم اللي كان متجوزها يوسف بيه قبلي اتجوزت منير بيه وخلفت. وايه يعني؟ يعني مش معقول احنا الاتنين ما بنخلفش؟ ما تعودتش اتكلم مع حد وهو واقف، رقبتي بتوجعني. اسفه. في ناس بتخلف ولاد وناس بتخلف بنات زي باباكي إحسان باشا، وناس بتتأخر في الخلفة، هي الدنيا كده. وأنا ما تكلمتش، لكن مش معقول كل شوية تسأل وأنا ما عنديش رد. على إذن حضرتك. قول يا ياسة وملكش دعوة بالواد قدامه منابه، أني عاملة حساب الكل. احنا أكلنا كتير وكبرنا خلاص والولد لسه صغير. ما تسيبيه يديله، هتقطعي رزق الواد ليه؟ عشان الخير كتير وكل واحد له منابه. وياسة شجيان ولا شجيان ولا حاجة، قاعد على التريتي يهري الحصان بالكرابيج واللي جنب في ايده باشي. عيب يا نبوي عيب. قول يا ياسة وسيبك من نبوي. اسمع كلام الباش حكيمة يا ياس. لا كله لا كده، حتى امك هتضحك عليها يا نبوي وتخلي البنت هندية تكركر عليها من الضحك. امك مش مضحكة عليك ولا مراتك يا نبوي. عيب، احترم نفسك واحترم امك. ما عملش جريمة نبوي، هو بيسأل على شغلها مع الحريم في المبر. ايوه رحت كم مرة فضناها سيرة خلاص، والبيجة بحد تاني، مش كل ما نقعد ناكله تمسكوا في الحكايه المسخه دي. حقك عليا يا بامبا. مفيش حقك عليا، دي الام. انت لازم تاخدي بالمداس على راسك. انت مالك انت؟ انا وامي، انت تاكل وانت ساكت. يا سيقول اللي هو عايزه وانت تتكلم معاه بادب. انت العيب عليك، انت لو كنت ربيتيه كان يتعلم من ادب. انت غلطان يا بامبا. هو ده اللي بتدافع عنه؟ برضه براحته. أني وياسة في القصر ده قبل انتوا ما تتولدوا. كل يا ياسة، كل يا حبيبي، أني ما ربيتهوش معاك حق. كل. باكل. انتي كبرتي ما تنفعيش تتربي. تسلم ايدك على الأكل جميل يا بامبا. الواد بيعيط جوا، خش شوف ابنك. النور اللي دخل عليا المكتب ده. ايه يا حبيبي؟ ايه اللي معادك هنا لحد دلوقتي؟ كنت هكتب حاجة. هو انت يا ابني ما بتقعدش مع فايقة خالص؟ يا اما في المبر يا اما في مكتبك يا برا البيت. ليه كده يا يوسف؟ لا بقعد معاها عادي. هي اشتكت لك؟ مش لازم تشتكي، ما انا شايفة. تحبي اطلع اقعد معاها؟ حاضر، تحت امرك خديجه. ليه كده يا يوسف؟ ليه تزعلني؟ محدش يقدر يزعل خديجه هانم ابدا. في ايه؟
مالك بس؟ هو في حد مزعلني غيرك؟ كل الناس بتخلف وتفرح أهليها، الغني والفقير، وانت مضيع عمرك وعمري من غير ما تفرحني ليه؟ قولي لي الوصفة يا خديجة هاني، ما أنا تحت أمر حضرتك. اقعد مع مراتك يا يوسف. بس كده؟ حاضر، هطلع اقعد معايا. بس حضرتك عارفة إن أنا قعدت معاها كتير وبرضه مفيش فايدة. نشوف واحدة تانية. قصدك تالتة. وإيه ذنب التالتة والرابعة يا خديجة هاني؟ هو حضرتك ما بتفكريش في يوسف خالص؟ مين شاغل لي بالي غيرك يا يوسف؟ ما بتفكريش إن ممكن أزهق؟ أزعل؟ أتكسف حتى من نفسي وأنا كل شوية بتجوز واحدة وأنا عارف إن المشكلة مش عندهم؟ لا عندهم. يا خديجة هاني أنا مش زعلان، أنا بس زهقت. أنت مش زعلان أنا زعلانة. أنت زهقت أنا مزهقتش. قصر نوار باشا ده مين هيكمل فيه؟ عيال نبوي؟ أحفاد بنبا؟ مش بقول لحضرتك يا خديجة هاني؟ أنت ما بتفكريش في يوسف خالص. تقعد مع فايقة أجازة شهر ما تخرجش من البيت. ما حملتش نشوف غيرها. حاضر. ازيك؟ الحمد لله. الليلة السعيدة اللي جابتك بدري دي عشان اتكلم معاكي. مش انت مراتي؟ ده من حظي والله. المفروض كنا نتكلم من زمان بس انا ساعات بنسى. انت انك متجوز؟ بنسى حتى انا مين. بص يا فايقة، خديجة هاني من نفسها إننا نخلف، والموضوع ده مش في إيدي ولا في إيدك، بس هي نفسها في كده، حقها. أنا اتجوزت قبل كده وما حصلش نصيب وطلقت، وأكيد بلغك إنها خلفت، وأنا كمان راجل طبيب عارف إن كده الاحتمال الأكبر إن أكون أنا اللي ما بخلفش. أنا ما اتكلمتش. أنا علشان كده بتكلم معاكي. بص يا فايقة، احنا ما اتجوزناش عن حب ولا اعجاب ولا حتى تعارف. احنا ما فيش بينا الا المعروف. ايوه. وانا كمان مش بحب اظلم حد. خديجة هاني مقدتني مهلة شهر علشان اخلف، بس انا هديكي مهلة 3 شهور تفكري براحتك. عايزة تكملي معايا على راسي، مش عايزة يبقى حقك. انا ما قلتش ان انا ما تقوليش حاجة خالص، لسه قدامنا وقت وانا لسه قاعد مش نازل. انا قلت لخديجة هاني طالع اقعد معاكي. وانا موافقة على كلامك، وأول ما المدة تخلص هقول لك ردي بصدق. النهارده هنقول لكم قالوا إيه عن اسكندرية عشان تحبوها زي ما بحبها. قال عنها الإسكندر الأكبر: هنا سأبني مدينتي التي طالما حلمت بها. مين الإسكندر الأكبر؟ قائد عظيم فتح نص بلاد الدنيا. وصل اسكندرية سنة 331 قبل الميلاد. كان وقتها اسكندرية ما فيهاش حاجة غير شوية صيادين، وكان اسمها راكودا. وقف بجيشه العظيم وبصلها بحب وقال: هنا هبني حلمي اللي حلمت بيه. وبنى أهم مدينة في العالم وبقى اسمها اسكندرية. كمان قال عنها نجيب محفوظ: اسكندرية هي نبع الحرية والسحر في الصباحية.
والغموض في العشية. حبيبي يا غمض. ما حد سأل يعني مين نجيب محفوظ، ولا يعني ايه غموض، ولا يعني ايه نبع. كلكم عارفين يعني؟ يعني ايه غموض؟ يعني زي عيون أستاذ يوسف كده. أنا نسيت أعرفكم، دي ميس سلمى مدرسة المزيكا، وهتغني لكم أغنية دلوقتي. إيه ده بجد؟ يلا غني. يلا. يوسف، هو أنت مالكش أصحاب؟ كان ليا أيام المدرسة والكلية. راحوا فين؟ اتلخبطوا مني. ما فضلش منهم إلا صاحب واحد عدى البحر وما رجعش. سافر؟ أيوه. غمضي. هتبوس ولا ايه؟ على الملأ؟ ها؟ فتحي. الله يا يوسف، ده حلو قوي قوي. طب تصدق وتأمن بالله؟ لا لا، انا شفته قبل كده في المنام. شفتي؟ اهو المنام اتحقق اهو. عجبتك؟ ما شاء الله، حلو قوي قوي يا يوسف قوي، بس ده غالي جدا. انت اغلى. جبته ازاي؟ من زمان. ايوه من زمان. ده فاتح فين يا عم غامض؟ حاجتي من زمان ورثي. خديجه هانم؟ ايوه. الله يا يوسف، الله، جميله قوي. حاسه روحها بترفرف حواليا. هو اكرم زيك؟ اكرم اخويا؟ زي ازاي يعني؟ ليه ملوش علاقه بالقصر وساكن بعيد، ليه مش زيك؟ عشان مش وريث. مش وريث ازاي؟ مش اخوك؟ ايوه بس مش يوسف زي. هو الوريث في القصر ده اللي اسمه يوسف بس؟ طبعا، الاسطوره كده، الوريث لازم يبقى اسمه يوسف. بتهرج صح؟ لا بهزر. طب عايز افهم. هقولك، اكرم اخويا من امي مش من ابويا الله يرحمه. انا الوحيد اللي من سلسال القصر. ليه؟ لو يوسف اداك اكتر انا ممكن نزودك. مش مزاد يا بيه، يوسف ما ادانيش حاجه، وربنا اعلم انا محتاج فلوسك قد ايه، بس محتاج ما نعملش كده اكتر. تعملش ايه يا ده خايف؟ مهما كان احتياجي ومهما كانت فلوسك، انا من ساعه ما خدت فلوسك ما صرفتهاش، بس انا مبسوط كده اكتر. وانا معجب بيك اكتر. عارف ليه؟ لأن النوع الفقر اللي زي حالاتك مش لازم ينقرض، علشان الناس تتعلم إن الفقر اختيار. الفقر أرحم من الخيانة. الولد مش سهر على فكرة، بس أنا متابع. يعني هتعمل خطوة فعلا؟ طبعا. مش ده شيء هيساعد سلمى؟ عرفت حاجة وحشة عن الولد؟ بلغك عنه حاجة؟ لا لا، خير، كل خير. الراجل اللي هناك ده جاي لي. مين ده يا فاروق؟ ده أحمد بيه، من أغنى أغنياء اسكندرية. معقولة فاروق بيه في اسكندرية من غير ما نرحب بيه؟ أهلا أهلا أحمد بيه، إزي حضرتك؟ عاش من شافك. المدام هدى. هدى هاني، منورت اسكندرية. مرسي. معقولة تيجي اسكندرية عشان تاخد مني قصر وتمشي؟ ده رزق يا أحمد بيه، وجه لغاية عندي. في حد بيقول للرزق لأ؟ لأ طبعا، تسأله. يا رزق، أنت بتاع مين؟ واللي يسأل ما يتوهش. ولا إيه يا هاني؟ الحقيقة ما عنديش فكرة بتتكلموا عن إيه. شفت؟ حتى الهاني ما تعرفش. أحمد بيسأل عليا برضه. ليه سويتوش؟ دي بلدي، دي توه في بلدي، وعيلة البساطي معروفة في اسكندرية من 100 سنة وأكتر، واللي يعوزوا أحمد البساطي ياخده بإيده، ولا إيه؟